معايا بقى دلوقتي عبر زوم واحد من نجوم منتخب غانا التاريخيين. يكفي ان اقول لك ان كسب قبل كده دوري ابطال اوروبا مع بروسيا دورتموند، ابراهيم تانكو نجم المنتخب الغاني ونجم دورتموند السابق والمدرب السابق ايضا لمنتخب غانا الاولمبي. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. السلام عليكم. أنا سعيد جدا لتواجدي معكم. طيب بالتأكيد بداية ونهاية كمان هسألك عن المواجهة الكبيرة غدا بين المنتخب المصري والمنتخب الغاني، كيف ترى هذه المواجهة إن شاء الله؟ نعم أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة خصوصا النتائج التي حظينا بها في الجولة الأولى. أعتقد بالطبع الآن ليس لدينا أي نقاط ومصر لديها نقطة واحدة، هذا ليس جيدا لنا، ولكن البطولة خادعة نوعا ما الآن. وبالنسبة للفريقين بالطبع الفريقان عليهما أن يفوزا بالمباراة، وستكون مواجهة صعبة لهذا السبب. المدير الفني للمنتخب الغاني اليوم لم يؤكد أو ينفي مشاركة محمد قدوس في مباراة الغد. في نظرك أو في وجهة نظرك تأثير غياب، لو حدث غياب لمحمد قدوس في مباراة الغد، تأثيره إيه على المنتخب الغاني؟ أعتقد أن خسارة قدوس ستكون مباراة صعبة. محمد قدوس هو من أفضل لاعبينا، بالطبع يجب علينا أن نعوضه. لأن اللاعبين سيقومون بأفضل ما لديهم، ولكن إذا سألتني فإنها خسارة كبيرة، وخصوصا أمام منتخب كبير كمصر. طيب السؤال اللي جاي ليك فيما يخص المنتخب الغاني وما قدمه في مباراة كاب فيردي، في رأيك لماذا ظهر المنتخب الغاني في هذه المواجهة بمستوى متراجع جدا، وهل يستمر هذا المستوى المتراجع في مباراة مصر، وإيه المشاكل اللي وقع فيها المنتخب الغاني في هذه المواجهة من وجهة نظرك؟ أعتقد أنها أوقات صعبة على منتخب غانا حينما تنظر إلى آخر بطولة أو بطولتين في الكاميرون وفي قطر، في كأس العالم في قطر، وأيضا البطولة الحالية في كاميرون وفي قطر خرجنا سريعا، ولكن أعتقد أننا لم نكن جيدين في آخر عام أو عامين، ولكن المباراة أمام مصر ستكون مختلفة لأكثر من سبب. أنا لعبت في هذا المستوى، وأقول أن اللاعبين لا يريد أحد أن يخسر مباراة الغد وأن يخيب أمل المشجعين. فبالتالي غانا لم تخسر بهذا الشكل في البطولة من قبل، فبالتالي الفريق سيتعافى، ومباراة الغد كما قلت أن قدوس إن شاء الله سيشارك في المباراة القادمة، ولكن مباراة الغد ستكون صعبة. انتقادات كثيرة على مستوى حراسة المرمى بعد مباراة كاب فيردي، هل تتوقع تغيير في حراسة المرمى في مباراة مصر؟ لا أعتقد أن هذا أمر طبيعي وسنعرف غدا، ولكني لا أعتقد أن المدير الفني سيقوم بتغيير الحارس. كما قلت أن اللعب أمام مصر هو أفضل من اللعب أمام أي فريق، وخصوصا اللعب أمام الفرق الكبيرة عموما، تكون مباراة مهمة ويكون حدث كبير وتحدي كبير لكل اللاعبين. منتخب مصر واحد من المرشحين للفوز بالبطولة مثل منتخب غانا بكل تأكيد يعني، بس منتخب مصر على ضوء رؤيتك شايف إيه أبرز نقاط قوته؟ بالطبع كلنا نعرف أن محمد صلاح
هو دائما عامل فارق في منتخب مصر، وتريزيجيه ومصطفى محمد، ولكن بالطبع لديكم أيضا زيزو. هو منتخب مصر الآن هو منتخب قوي جدا، منتخب متوازن، وبالطبع كما قلت من قبل أن البطولة بطولة صعبة، ولكن كما قلت أيضا أن غانا مستعدة جيدا. كما تعرف أن مصر منتخب جيد على الخط، مستوى الخط الأمامي وأيضا على مستوى إحراز الأهداف، فستكون مباراة قوية، مباراة متكافئة. وبنهاية اليوم إذا أردت أن أرى منتخب مصر وغانا يؤديان، فسأنظر إلى المباراة من وكما شاهدت مباراة ناميبيا من ناميبيا ومباراة أنغولا، فأعتقد أن كل الفرق تتطور، فبالتالي سنرى نتائج جيدة في المرحلة القادمة. إبراهيم تانكو نجم بروسيا دورتموند والمنتخب الغاني سابقا، والمدرب السابق أيضا للمنتخب الأولمبي الغاني، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.